نضال الأشقر هي سيدة المسرح اللبناني، ممثلة ومخرجة ومنتجة وصاحبة رأي وموقف في السياسة والحياة. بتبيعوا الخاص يا حكريت والجيش تقتلوا على الجبهة في التيشنة مع الأوريس. ما بالكم تخافون المجد؟ ألا يرضيكم مفاخرة الدنيا بملكة ترفع ذكر تذمر بما لم يحلم به ملوك الفرس وقياصرة روما؟ ولدت نضال الأشقر مع استقلال لبنان، ظهرت موهبتها في التمثيل والإقناع والقيادة منذ الصغر، وجعلت منها واحدة من الرموز الثقافية الطالعية في العصر الذهبي للبنان. أنا مسرحي بدافع عن حقوق المرأة، عن حقوق الضعيف، عن حقوق الفقير. هو مسرح للناس، للشعب. مواقف نضال الأشقر الحادة وانتمائها السياسي إلى عقيدة الحزب القومي لم يكن عائقاً أمام مسيرتها الفنية التي جمعت فيها بين نجومية التلفزيون الشعبية وبين احترام النخبة الثقافية لها في لبنان والعالم العربي. بهذه المعادلة نجحت نضال في إجلاس فقراء المدينة وأغنيائها كما مثقفيها وحكامها على كرسي الجمهور لاختبار تحولات لبنان وثوراته على مدى نصف قرن. وين الإنسان رايح؟ لوين جاي؟ شو الحياة؟ شو الموت؟ شو الحب؟ يعني كل هالأسئلة اللي بيطرحها المسرح بشكل معين ولا مكان آخر بتطرح. هيدي الخشبة بتعلم احترام، بتعلم الانضباط، حقيقة بتعلم الخيال، حقيقة بتخلينا نطير بسابع سما. ثلاث محطات مهمة في مسيرة نضال الأشقر. في الستينيات أسست مع مجموعة من الفنانين اللبنانيين محترف بيروت للمسرح، الذي لعب دوراً رياديًا في تحديث المسرح اللبناني وتجديد لغته ودوره. في الثمانينيات نقلت هذه التجربة إلى العالم العربي، حيث أسست فرقة الممثلون العرب وجالت بها على المسارح العربية والأوروبية. وفي التسعينيات أطلقت مسرح المدينة وجعلت منه صرحاً ثقافياً، أعاد البريق إلى دور بيروت الثقافي بعد الحرب، وأطلق جيلاً جديداً من المسرحيين اللبنانيين الشباب. بعيداً عن المسرح، لنضال الأشقر مساهمات قليلة أثرت الشاشتين الصغيرة والكبيرة. عمري ما شكيت دقيقة بحبك يا جبران. في السينما، فيلم الأجنحة المتكسرة المأخوذ عن قصة جبران خليل جبران الشهيرة يعتبر من أهم إنتاجات السينما اللبنانية عام 1962. أما على شاشة التلفزيون فلها أربع محطات بارزة: مسلسل تمارا الكلاسيكي عام 1975، وزنوبيا ملكة تدمر التاريخي عام 1977، ورميد وملح عام 1998، الذي كرس عودة الكبار إلى الإنتاجات المحلية. في آلاف الفنانين بالعالم بيعملوا أحسن مسرح بالعالم، ليش دائما لازم نعمل إشياء لخدمة إسرائيل؟ قبل هذه الأعمال الثلاثة تمثل خماسية نساء عاشقات علامة فارقة لفحت التلفزيون اللبناني عام 1974 بلمسة معاصرة. في هذا المسلسل حققت الأشقر لحظتها التلفزيونية ودخلت تاريخ الشاشة اللبنانية بأول وأطول قبلة طبعتها على جبين التلفزيون اللبناني والعربي. قبلة نضال الأشقر تبقى لحبها الأول والأخير المسرح. تلفزيون غني، الإنترنت كيف تتواصل فيه دغري، شغلة لافتة ومدهشة، بس مش مدهشة أكتر من حضور الإنسان على الخشبة عاري إلا من الكلام اللي بده يقوله بده يوصله إلى المتلقي. قبل وبعد ثورة شاشات الهواتف الذكية يبقى أجمل أدوار نضال الأشقر دورها كنضال الأشقر، المسرحية الشغوفة التي لا تزال تراهن على المسرح كأداة تواصل صادقة وفاعلة بين ناس المدينة والعالم.